نعم بدر، في الحقيقة لدينا صورتين، الصورة المتعلقة بما يجري في منطقة كورسك. طبعا المعلومات شحيحة ما عدا ما تذكره القيادة العسكرية فيما يجري من هناك، وتؤكد بأن وحدات الجيش الأوكراني تواصل تقدمها. مثلما ذكرنا في الساعات القليلة الماضية، تصريحات القائد العام الجنرال أليكسندر سيرسكي أشار إلى سيطرة القوات الأوكرانية على مساحة تزيد عن 1294 كيلومتر مربع في منطقة كورسك. أشار أيضا إلى السيطرة على أكثر من 100 بلدة وأسر أكثر من 500 جندي روسي. هذا الجانب الرسمي. أيضا فيه ربما تقارير منفصلة، خاصة ما تريده منصة ديب ستيت والمعهد الأمريكي لدراسة الحرب، بالإشارة إلى الخرائط التفاعلية تشير إلى تقدم الجانب الأوكراني، خاصة في المنطقة الجنوبية المحاذية لمدينة سوجا، المدينة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني بشكل كامل، دون الحديث ربما عن المزيد من التفاصيل أو تلك المعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية. ما هو مؤكد هو أن الجيش الأوكراني سعى من خلال قطع الطريق أمام القوات الروسية لمهاجمتها عبر مهاجمة الجسور الثلاث وتدميرها بشكل كامل، وهو ما أظهرته الصور التي تناقلتها وحدات الجيش الأوكراني. يعترف الجيش الأوكراني والقيادة العسكرية الأوكرانية من جانب آخر بأن الوضع صعب ومعقد في المنطقة الشرقية. الجيش الروسي من الواضح أنه يملك زمام المبادرة الهجومية خلال الأشهر الماضية. ربما أبرز الاتجاهات مثل ما ذكر سعد هو اتجاه بوكروفسك في مقاطعة دونيسك. الجيش الروسي يتقدم تقريبا بشكل شبه يومي. أبرز الهجمات أو الاشتباكات القتالية بين الجانبين في القطاع الشرقي من أوكرانيا تجري تحديدا في اتجاه بوكروفسك. الساعات القليلة الماضية شهدت أكثر من 50 اشتباكا قتاليا بين الجانبين. طبعا المعلومات متضاربة لحد الساعة فيما يتعلق بسيطرة القوات الروسية على بلدة أورليفكا الواقعة في اتجاه بوكروفسك. الوضع سيء أيضا بالنسبة للجيش الأوكراني في اتجاه توريسك، لكن على العموم الصورة تبدو حامية الوطيس والمعارك تجري على أشدها، ويبدو أننا أمام حركات أو انتقالات مفصلية في إطار هذه الحرب. شكراً.